حول هذا الموضوع معنا من الرياض الكاتب في الشأن الاقتصادي الأستاذ عبد الله الربدي، بعد التحية. هل تحدثنا أو نتحدث بداية عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030؟ أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. أهلا بك. طبعا رؤية المملكة تضمن طبعا عدة محاور مهمة جدا، وهي تعالج مشاكل اليوم لأجل حلول أو لأجل معيشة أفضل في المستقبل، ومن ضمنها القطاع الاقتصادي في يعني إصلاحية كاملة للاقتصاد السعودي، محاولة للاستغناء أو لتخفيف الاعتماد على القطاع النفطي وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص، وخصوصا القطاع الخاص الغير نفطي. فبالتالي هذه العملية ليست سهلة ولم تنجح فيها كثير من الدول، ولكن لدينا في السعودية خطة واضحة وبدأ العمل عليها من حوالي 3 سنوات، واليوم قاعدين نشوف كثير من البرامج هذه قاعدة تجيب نتائجها، وإحنا ما زلنا في بداية الطريق. أمامنا 10 سنوات لتحقيق طبعا رؤية المملكة لهذا الإصلاح الاقتصادي، اللي إن شاء الله نتوقع بإذن الله أن تكون نتائجه مرجوة، وخصوصا لدينا شعب اليوم أكثر شعب شاب وفي مقتبل العمر وسوف يقود بإذن الله المستقبل. نعم أستاذ عبد الله، نتكلم تحديدا عن دور المملكة العربية السعودية في منظمة أوبيك بلس. طبعا جهود المملكة أعتقد أنه كانت واضحة خلال هذه السنة. نعم. مع التحديات والمصاعب اللي صارت في اجتماعات أوبك في أول السنة، زي ما احنا عارفين بعد جائحة كورونا وما حدث من انخفاض الطلب، فبالتالي أصبح في الاتفاقيات معرضة للمشاكل، وهذا ما بالفعل ما كان عليه في الاجتماع الأول، واتخذت المملكة موقف صارم في هذا الموضوع لإعطاء رسالة لكل القطاع الطاقة في العالم أنه المملكة ترجع وتستطيع أن تكون هي من يصلح هذا القطاع ومن يكون هي فعلا قائدة له. بالفعل حققت المملكة الرسالة المرجوة وأرجعت الجميع على طاولة اجتماعات أوبك بلس لفرض الشروط والتعاون بين الجميع لتحقيق المصلحة لاقتصاد العالمي ولأعضاء المنظمة والمنظمة أوبك بلس. نعم، من الرياض الكاتب في الشأن الاقتصادي الأستاذ عبدالله الربيدي، شكرا جزيلا لك.